بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبه الصف الخامس علمي، وانا التقيكم في درس جديد من دروس الرياضيات. درسنا اليوم هو الفصل التاسع. الفصل التاسع عندكم بمبدا العد والمضروب العدد والتباديل والتوافيق ونسبه الاحتمال. الان راح نجي على الموضوع الاول اللي هو مبدا العد. مبدا العد هو اذا كان لدينا عمليه يمكن ان نجريها بعدد من الطرق ام، وبنفس الوقت عندنا عملية أخرى يمكن أن نجريها بعدد من الطرق N، فعدد الطرق الكلية اللي يمكن أن تتحقق بها العمليتين هو نضرب M في N، مثل ما موجود عندكم هنا بهذا التعريف. إذا أمكن إجراء عملية بأحدى الطرق المختلفة عددها M، وكان لدينا في الوقت نفسه عملية أخرى يمكن إجراؤها بطرق عددها N، فإن عدد الطرق التي يمكن بها إجراء العمليتين معا يساوي M في N. مثل هذا أعزائي الطلبة المثال الأول، مثال بسيط يعني بداية أو لتوضيح مبدأ العد. يقول هنا بالمثال الأول، يقول يوجد لدى صاحب مخزن 3 أنواع من الدراجات الهوائية، ومن كل نوع يوجد 4 أحجام، ومن كل حجم يوجد 6 دراجات، فما عدد الدراجات لدى أو موجودة المتوفرة في المخزن؟ فهنا راح نجي على عدد الطرق، راح نجي نضرب 3 في اللي هي عدد 3 أنواع في عدد الأحجام اللي هي 4، فثلاثة في 4 في 6. أي هذا هنا 3 أنواع راح نجي نضربها في 4 أحجام ونضربها في 6 دراجات. إذن هنا أنا راح نيجي نقول له عدد الطرق، عدد الطرق أو عدد الدراجات نقدر نقول له يساوي 3 في 4 في 6. هذه إذا ضربناها يطلع الناتج مالتنا هو 72 دراجة هوائية. هذا عدد الدراجات نقدر نقول له، مو عدد الطرق، عدد الدراجات. فهذا هو المثال الأول، هيك تكون فكرته. هذا عدد الدراجات، نضرب عدد الأنواع في عدد الأحجام في عدد الدراجات يطلع لنا عدد الدراجات الكلي في المخزن. هنا المثال الثاني أعزائي الطلبة يقول عدد مكون رمزه من أو عدد مكون رمزه أو عدد رمزه مكون من 3 مراتب يمكن تكوينه من مجموعة الأرقام 1، 2، 5، 7، 8، و9. مرة يقول التكرار مسموح ومرة يقول التكرار غير مسموح. هنا ما نريد نطلع عدد الأعداد اللي مكون من 3 مراتب إذا كان التكرار مسموح. التكرار شخص البيع أعزائي الطلبة، تكرار مثلا تكرارات الأرقام مرات تعرفوها، مثلا يجيكم الرقم 222 يعني معناته الرقم الاثنين تكرر بالرقم بالمرتبة الأحاد ومرتبة العشرات ومرتبة المئات، فهذا هو اللي يقصد به التكرار مسموح. التكرار غير مسموح يعني هذه الأرقام المكررة بالمراتب ما تكون تظهر بالحالة الثانية إذا كان التكرار غير مسموح، يعني لازم تكون المراتب أرقامها كلها مختلفة. فهنا لما راح نيجي نحسب الأعداد بهاي الطريقة مرة بالتكرار مرة بدون تكرار، راح تكون طريقة الحل بهاي الشكل. هنا الحالة الأولى التكرار مسموح، فإحنا عندنا العدد مكون من 3 مراتب، يعني عندنا 3 مراتب مرتبة الأحاد والعشرات والمئات، فهنا نقول عدد اختيار أو طرق اختيار رقم الأحد وعدد طرق اختيار رقم العشرات وعدد طرق اختيار رقم المئات، لأنه هو 3 مراتب، إذا 4 مراتب تكون الآلاف، إذا مرتبتين فقط أحد وعشرات. هنا عدد طرق اختيار رقم الأحد احنا عندنا تكرار مسموح، فهنا كم عدد موجودة؟ 6، فإذا هنا راح يكون 6. وعدد طرق اختيار رقم العشرات أيضا يبقى 6، لأن قلنا التكرار مسموح، يعني اللي ناخذه بالآحاد نفسه نقدر نكرره بالعشرات
ونفس اللي نقدر نكرره بالمئات. فهنا راح يكون عدد الطرق الكلية راح يساوي 6 في ضرب 6 في ضرب 6 يطلع لي الجواب 216. الحالة الثانية هاي الحالة فرع ألف فرع باء، يقول التكرار غير مسموح، هذا غير مسموح. هم راح نجي نقول له عدد طرق اختيار رقم الآحاد وعدد طرق اختيار رقم العشرات وعدد طرق اختيار رقم المئات. في كل حالة لأنه التكرار غير مسموح ننقص واحد، بس بالبداية رقم الآحاد هنا ستة أرقام نفسها تبقى، ننقص واحد بالعشرات لأن اللي أخذناه بالآحاد ما يصير يظهر عندي مرة ثانية بالعشرات فتبقى خمسة، وبالمئات أيضا ننقص واحد لأن الرقم اللي ظهر عندي بالآحاد والعشرات ما يصير يظهر اللي بالمئات فيبقى لي أربعة. إذا هنا هم راح تكون عدد الطرق الكلية نضرب الستة في خمسة في أربعة اللي راح تطلع للنتيجة 120 طريقة. فإذا أعزائي الطلبة هنا من راح تجون تأخذون الحالات مرة تكرار مسموح مرة تكرار غير مسموح، بالتكرار المسموح ممكن أنه يظهر الرقم نفسه في المراتب، بس التكرار غير مسموح ما ممكن أنه يظهر نفس الرقم في المراتب الأخرى فتنقصون في كل مرتبة واحد. نجي الآن على المثال رقم ثلاثة. مثال رقم ثلاثة أعزائي الطلبة هنا ليقول بالمثال كم عدد رمزه مكون من رقمين هو أصغر، شوف هنا نعطيكم شرط، وأصغر من 40 يمكن تكوينه، يمكن تكوينه باستخدام الأرقام. نعطيكم الأرقام 1 و2 و3 و4 و5 هذني، وأيضا بالحالة الأولى التكرار مسموح، تكرار الرقم في العدد مسموح به، وفرع باء تكرار الرقم في العدد غير مسموح به. فشوفوا أعزائي الطلبة هنا لما راح نجي عندي صار عدة شروط بالحل. التكرار المسموح قلنا اللي هو الرقم ممكن انه يظهر بالمراتب، والتكرار غير مسموح يعني الرقم ما ممكن ان يظهر بالمراتب الاخرى، بس لا نعطيني شرط انه العدد يكون اصغر من 40. طبعا يكون العدد اصغر من 40 يعني معناتها رقم الآحاد العفو العشرات حد اخر شيء للثلاثة يعني 30، يعني آخر رقم يكون رقم العشرات مالته 30 ما ممكن يطلع 40، لأن إذا صار 40 صار يساوي 40، أو إذا صار أكثر من 40 راح يصير أكبر من 40، هو يريد أقل من 40. فهنا تنتبهون عليها أنه من تختارون رقم العشرات يكون العدد أصغر من 4. فهاي ملاحظة أكتب لكم إياها هنا الحل. الحل الحالة الأولى التكرار، التكرار مسموح به، فما راح نيجي نختار عدد طرق اختيار رقم العشرات انه هنا لازم يكون العدد اقل من 4 لان هو دا يقول اصغر من 40 يعني اقل من 4، الاقل من 4 هي 1 و2 و3 كم رقم هنا؟ هنا 3 فتكتبوها 3. وعدد طرق اختيار رقم الآحاد هنا التكرار مسموح ان 5 ارقام فخمستهن ناخذهن لان التكرار مسموح، اذا التكرار غير مسموح هذين ننقص واحد من عدين يبقى 4. فاذا هنا عدد الطرق الكلية راح نضرب 3 في 5 يطلع الجواب 15. الحالة الثانية باء التكرار غير مسموح به، فأيضا نجي هنا نقول عدد طرق اختيار
رقم العشرات قلنا، وهنا عدد طرق اختيار رقم الآحاد قلنا هنا العدد أقل من 40، يعني آخر شيء نأخذ بالعشرات رقم الثلاثة، فإذا حسبناه هنا ثلاث أعداد، وهنا عدد طرق اختيار رقم الآحاد التكرار غير مسموح، هنا خمسة قلنا ننقص في كل مرة واحد فيبقى أربعة، يعني كل ما يكون عندكم تكرار غير مسموح لازم ننقصون واحد، فعدد الطرق الكلية نضرب 3 في 4 يطلع لي الجواب 12. هذه هي فكرة السؤال. سؤال المثال، مثال الرابع هنا دا يقول كم عدد رمزه مكون من 3 مراتب وأكبر من 500، هذا مثال 4، كم عدد مكون رمزه من 3 مراتب وأكبر من 500 يمكن تكوينه من الأرقام اللي هي نعطينيها 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7. وهنا أيضا الحالة الأولى التكرار مسموح به، والحالة الثانية التكرار غير مسموح به. شوف أعزائي الطلبة، هنا من دي يقول العدد أكبر من 500 يعني رقم المئات يأخذ الخمسة ويصعد فما فوق، لأنه ممكن يصير رقم المئات 500 600 700 800 أو 900، إذا كانت موجودة 8 و9 نأخذها، بس هنا لأنه ما موجودة فراح نأخذ من 500 و600 و700، هذا رقم المئات، يعني من يقول لي أكبر من 500 نبدي 500 600 700، إذا كان أقل من 500 شنأخذ 400 و300 و200 و100. هذه هي الفكرة مال هذا المثال. فهنا من دا يقول لي التكرار مسموح به، الحالة الأولى التكرار هنا مسموح به، فعدد طرق اختيار رقم المئات يصير عدي 3، عدد طرق اختيار رقم العشرات راح يصير هو التكرار مسموح هنج قد 7 ينزل نفس 7، وعدد طرق اختيار رقم الآحاد هن 7 أيضا ينزل 7، عدد الطرق الكلية نجي نضرب 3 في 7 في 7، إذا ضربناها يصير 147. الحالة الثانية عندنا التكرار غير مسموح به، أيضا عدد طرق اختيار رقم المئات اللي هو قلنا أكبر من 500 يعني 500 و600 و700 يعني 3، وعدد طرق اختيار رقم العشرات قلنا التكرار غير مسموح إن الأرقام كلها 7 نقص واحد يبقى 6. هسه تقول ليش ما نقصنا هذني؟ مو هو العشرات مو شرط انه بس الخمسة والستة والسبعة، ممكن ياخذ 4 و3 و2 و1، فاذا هنا المجال مالته كليتها الارقام تكون مسموحة باختيارها في رقم العشرات، فاي رقم ناخذه يكون صحيح، لانه التكرار غير مسموح ننقص واحد من هذني لثلاثة يبقى 6 عدد الاعداد المتبقية. وعدد طرق اختيار رقم الاحد اللي هو هنا 6 اختيارات عندنا رقم العشرات، إذا نقصناها 1 يصير 5 في سبيل لا يتكرر الرقم نفسه في الآحاد والعشرات، فعدد الطرق الكلية راح يصبح عندي هنا 3 في 6 في 5 اللي هو يطلع لنا الجواب 90 طريقة. هذه عدد الطرق تكون بهالشكل تحسبوها. ننتقل إلى هنا
مضروب العدد، مضروب العدد. هنا عندنا مضروب العدد أعزائي الطلبة هو الرمز أو التعريف مالته. هسه راح أكتب لكم إياه. الموضوع الثاني نقدر نقول مضروب العدد، هذا الرمز مالته، هذه اللي هو نفسه هذا الرمز أيضا. وهنا الآن هي تنتمي إلى الأعداد الصحيحة الموجبة، تنتمي إلى الأعداد الصحيحة الموجبة، هذه هي الآن. هنا أعزائي الطلبة عندكم ملاحظة، طبعا أول شيء قانون المضروب، حيث مضروب الآن هو يساوي أن تضربوها تنازلي، مضروبة في نفسها تنازلي إلى حد ما نوصل إلى 2 في 1، إلى حد ما نوصل إلى 2 في 1 هو هذا مضروب العدد. يعني مثال يريد مضروب 6 هنا مثلا، أو مضروب 3، هو جاي من 3 في 2 في 1 اللي هو يطلع لكم 6. مثل مضروب 4، تقولون 4 في 3 في 2 في 1، يعني الأربعة تنضرب تنازليا في نفسها لحد ما توصل إلى الواحد، وفي كل مرة تنقصون واحد، يعني شو ما التكرار غير مسموح في مبدأ العد، وهاي إذا ضربتوا يصير الجواب 24. وأيضا إذا جتكم هالشكل مضروب الخمسة هي 5 في 4 في 3 في 2 في 1 اللي راح تطلع لكم النتيجة 120، النتيجة الأخيرة. هنا عندكم ملاحظة أعزائي الطلبة، مضروب الواحد هو يساوي واحد، ومضروب الصفر هو أيضا يساوي واحد. هنا نجي على المثال الثاني، يقول إذا علمت أن مضروب الأن زائد واحد على مضروب الأن ناقص واحد يساوي 30، فجد قيمة أن. هنا أعزائي الطلبة احنا إذا ردنا نفتح أو نوجد مضروب العشرة، هو هذا مثل ما تعرفون هو 10 في 9 في 8 في 7 إلى أن نوصل 3 في 2 في 1. بإمكاننا أيضا نقول مضروب العشرة جاي من 10 في مضروب 9. ليش؟ لأن هاي من 9 لحد 1 هي تمثل مضروب 9، أو نقدر نقول مضروب العشرة جاي من 10 في 9 في مضروب 8. ليش هنا نقدر نتوقف مضروب 8؟ لأنه من 8 لحد 1 هي تمثل مضروب 8 إلى آخره، وهكذا. إذا هنا من راح نجي على حل هذا السؤال راح نعتمد على هذه الفكرة. احنا عندنا بالسؤال مضروب الان زائد 1 على مضروب الان ناقص 1 ده يقول يساوي 30. هذه إذا فتحناها هي جاي من n زائد 1 في n، ولأن أنا عندي بالمقام مضروب الn ناقص 1 فهنا أنا أتوقف بالn ناقص 1 في سبيل يصير البسط والمقام مشابهة، وبإمكاننا نختصرها، وهنا الطرف اليمين طبعا يبقى نفسه 30. فهذه اعتمدت على هاي الملاحظة، مضروب الn زائد 1 مضروب الn زائد 1 إذا فتحناه جاي من n زائد 1 في n في مضروب الn ناقص 1، لأنه بالمقام عندي مضروب الn ناقص 1، فحذفت هذني بسط المقام، راح يبقى لي n زائد 1 مضروب في n يساوي شقد؟ 30. هنا نوزع الn على القوس، راح يصير n في n هي n تربيع، و n في 1 هي n، فهنا النتيجة راح تكون n تربيع زائد n تساوي 30. نصفر المعادلة راح يصير ناقص 30 تساوي 0. هذه بالتحليل التجربة، الان تربيع هي حاصل ضرب ان في ان، الإشارة موجب في سالب سالب، والثلاثين جاية 6 في 5 لأن فرقها 1، وتقدرون هنا تتحققون في سبيل تحصلون على الناتج الصحيح. هاي إذا ضربتوها يصير موجب 6 ان، وهاي إذا ضربتوها ناقص 5 ان، فبالطرح يطلع موجب ان، وهو فعلا الحد الوسط موجب ان. فهنا حاصل ضرب القوسين يساوي صفر، نقول له أما
الان زائد 6 يساوي 0 يعطيني ان ناقص 6، وهذا يهمل لانه احنا قلنا الان لازم تنتمي الاعداد الصحيحه الموجبه، او الان ناقص 5 راح يساوي 0، هذا راح يعطيني ان يساوي 5 اللي هو هذا يحقق الشروط الان. فاذا هذا هو فكره السؤال اعزائي الطلبه، يعني هنا أنا قلنا هذه ان زائد 1 مضروبها هيك ينفتح والمقام نبقيه، نختصر الحدود المقادير المشابهه يبقى لي هذه فتحت الاقواس وصفرت وبعدين حللتها، فاذا طلعت الان عدد سالب فهذه ما يصير، لانه احنا قلنا ان عدد صحيح موجب وبعدين اذا كانت ان تساوي 5 هي تحقق. هذا اعزائي الطلبه ما يسمح به وقت درسنا هذا اليوم، حتى التقيكم في درس قادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.